احنا وعبد الرحمن يعرف انا شقه. النهارده هنكلمكم عن مرض السي جي اي. ايه هو مرض السي جي اي؟ وايه هو الفريق بتاعه من زمان لحد دلوقتي؟ ايه قصه نجاحه؟ واكتر افلام كلنا عارفينها ومشهوره. السي جي اي هو اختصار كمبيوتر جنريتد ايمجي، وده معناه ان هما بيحولوا مشهد انيميتد من حاجه مش حقيقيه. زي في المشهد اللي معانا هنا باين في سوبر باورز بتحصل، بس كل ده سبيشال افكتس هما بيشوفوه عادي جدا بس وراهم بيوت كتير. وده اللي بيخلي افلام مارفل بتحقق نجاح عالي وايرادات عاليه على مدار السنين زي ما احنا شايفين في الجرافيك. وكل الناس بتبقى متحمسه للفيلم سواء كانوا كبار او صغيرين، بيبقى بالنسبه لهم مش قادرين يصدقوا ان ازاي قدر يحولوا من حاجه مش حقيقيه لحاجه حقيقيه كلنا مصدقينها. خاصة للأطفال، لأنه بالنسبة لهم بيبقى فعلا في سوبر باورز في الحقيقة، من الشخصيات اللي هما بيشوفوها دي كرول مودلز. وهنا استخدموا الجرين سكرين. الجرين سكرين هي اسمها كرول، وهم استخدموها عشان يقدروا يشيلوا الباك جراوند ويحولوها بأي باك جراوند تاني اللي هما عايزينه. ومش بس اللون الأخضر استخدموه، استخدموا ألوان تانية زي الأزرق اللي هما استخدموه في فيلم كابتن مارفل. هما يقدروا يستخدموا اي لون هو عايزينه، بس هما بيرجحوا اكتر للاخضر عشان مش كل الشخصيات بتقدر تلبس اخضر. دلوقتي معايا عبد الرحمن هيشرح لنا كلنا اتكلمنا على مارفل وسجلات مارفل دي بقى، وطبعا ده عارفين ان كل الحاجات دي خياليه وكل دي بتبان من دماغنا احنا، وهم اخر بسلوك. تعالوا معاك في رحله نشوف تاريخ السي جي اي مش ازاي. عشان كده صاحبنا في الزمان المشهور ايدي اراد حس بالخوف
حاسس بالضغط، فاضطر يرجع لصاحبه الثاني الراجل عمله مشروع ساعتها وكان عنده فلوس اللي هو اسمه ايزاك بلور. ايزاك بلور ده كان هو سموه المنطق بتاع مارفل، لانه حرفيا ولاء كشركه كانت حرفيا شركه مارفل خلاص ضاعت استحوذت عن طريق شركه فوكس انشن. رجل اعمال ايزاك بلور كان عنده معارف في لجنه البورصه والاموال الامريكيه، هم دول ضمنوا حق مارفل في الاشتراك. من هنا حصلت الزمن وخلاص الشركتين بقوا مع بعض وفي راس مال عالي. من هنا بدات انتاج الافلام الكبيره زي اكس مان وفيلم كابتن امريكا فيرست افنجر وبرده فانتاستيك فور. ولكن برده كان في مستوى احسن، كان في مستوى اقوى في الصناعه، كان في مستوى اقوى في الفيجوال ستيل. عشان كده 2009 حصل خبر هز العالم، هز امريكا، وهو ايه؟ تعالوا اسمعوا مع بعض. الخبر ده بيقول ان شركه مارفل بقت اخيرا تعمل دمج مع شركه ديزني بلس، ومن هنا الافلام هتغير، هتكون في ميزانيه اقوى، ميزانيه اعلى. والضخامه والتطور ده والليفل الثاني من افلام في 3 شركات الاخراج هتكلم عنه Thank you.